ثم أنا وأن آخر من البيء البيء ربوي موصوف هذا بيء موصوف في ذمته بيء معين كما قلت بيء معين ثم بيء في ذمته هذا بيء في ذمته إما يكون سلما أو يكون بيء موصوف في ذمته هكذا يعني بيعان أو هذان بيء واحد هكذا خلاف للفقهاء يعني بيء السلم ما اختص بلفل السلم أو السلف هذا بيء في الذمة مع ذلك لو كان يجرى يعقد هذا البيء بلفل السلم أو السلف يكون سلما وإن لم يكن بهذين اللفلين بل صار جرى بلفل البيع أو بأحد ألفاظ البيع يكون بيعا موصوفا في الذمة بينهما اختلاف وتفاوت في الشروط أيضا هكذا جعل هذا البيع بيعين بعض الفقهاء وهذا هو الراجع في مذهبنا أيضا فإذا المصنف هذا يعني يبين هذا كبيعين شردت في بيع موصوف في ذمة معناه ليس معينا مثلا هو يقول أنا بعت لك عبدا وصفه كذا 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 أو أنا بعت لك يعني سيارة صفته كذا 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 أو دارا صفته كذا كذا هكذا هو يصفه أو صوبا صفته كذا كذا فإذا هذا بيء في ذمة ما بيء معين معناه هذا شيء موجود عنده يشير إليه أنا بعتك هذا أو يقول ومقبول في يدي هو يقول بعتك ما في يدي هذا معين أو يعني هذا يبيع ما في الصندوق بعتك ما في هذا الصندوق فإذا هذا يكون بيع معين لا يكون بيع بالذمة هذا هو الفرق إذن في زمننا يعني انتشر هذا البيع الشبكي البيع الشبكي صار منتشرا في زمننا فإذا من أي قسم يكون هذا؟ لا يكون يعني بيء معين أو لو كان بيء معين فلا يصح لماذا؟ لا يمكن رؤية شيء حقيقة بل يرى يعني صورته فقط رؤية صورة لا يكون إما سبقا بينا إما يراه أو يرى بعضه الذي يدل على باقيه أو يرى قشره فهكذا أو يرى أنموذجه أنموذج يكون يعني بعض المبيع هكذا ينبغي أن يكون هذا الأنموذج المرئي بعض المبيع ينبغي أن يكون هكذا يعني شرط إذا لا يجري أو لا يتأتى شيء من هذه الرؤية في الشبكة بل يمكن رؤية الصورة لأجل ذلك لو كان يجري في البيوع الشبكية بيع معين لا يصح لماذا لعدم الرؤية هذا بناء على الراجح في مذهبنا في مذهبنا أيضا قول بأن الرؤية ليست بشرط في البيع في بيع المعينين يقول به الأئمة ثلاثة أيضا فإذا على الراجح عند سادة الشافعية هذا بيع ليس صحيحا لو كان بيع معينا ثم لو كان بيع لو كان البيع في الذمة يصح لماذا؟ لأنه يشترط هناك وصف فقط فإذا ذكر الأوصاف يصح ثم لو كان سلما أيضا يصح لكن في السلم يجب يعني إقبال رأس المال في المجلس
فإذا ينبغي أن نرى طريقا لإقبال على رأس المال بطريق الشبكة. فإذا هو يعني ينقل يعني ثمنه إلى حسابه، هكذا يتبادل الثمن في مجلس الأقل، أو يعني يعين يعني كما سيأتي هذا الشرط في غير السلم في بيع في البيع في ذمة يشترط التعيين الثمني. لماذا؟ لو لم يعين الثمن يكون هذا بيع دين بدين، هذا بيع دين بدين هو منهي في حديث بيع الكالئ بالكالئ، هكذا لفظ الحديث، هذا منهي مثل نهي بيع الربويات، لئلا يقع في هذا النهي يجب تعيين الثمن، لا يجب قبل الثمن، فإذا يعين فإذا نسيه. ثم هناك في بيع المعين حيلة، ماذا؟ هذا الذي يوزع المبيعات بيعت في الشبكة، يأتي الموزع بهذا الشيء إلى المشتري، فإذا يعقد هناك عقد جديد، هذا الرجل عندما يأتي بهذا الشيء هناك يعقد عقد جديد بيع جديد، فعندئذ يصح وإلا لا يصح. هكذا يعني تفاصيل في البيوع الشبكية مطبقة على ما ذكره الفقهاء سابقا. ثم وشرط في بيع موصوف في ذمة ويقال له السلم مع الشروط المذكورة للبيع غير الروية قبض رأس مال، هذا شرط، يقال له السلم أو يقال له السلف. فإذا بيع موصوف بذمة متى يقال له السلم أو السلف؟ لو كان بلفظ السلم أو السلف كما يعلم مما سيأتي، لا يقال كل هذا البيع سلما أو سلفا. مع الشروط الآتية المذكورة للبيع، يعني ذكرنا شروطا، من تلك الشروط الرؤية ليست شرطا في هذا، بل هذا شرط في بيع المعين. ماذا يشترط؟ قبض رأس مال، رأس مال هو بمنزلة الثمن في البيع، نقول في البيع ثمن ونقول في السلم رأس مال معين، قبض رأس مال معين أو في الذمة أو في الذمة. فإذا في رأس مال لا يشترط أن يكون معينا، إما معينا أو كان في الذمة، لكن يجب يعني أن يتقابلا في المجلس، في مجلس يعني في مجلس خيار. مجلس الخيار ما هو؟ هو قبل تفرق من مجلس العقد، مجلس العقد يعني حكما ولو حكما مجلس العقد. فإذا هما قاما من هذا المجلس ومشيا مسافة بعد ذلك تفرقا، فإذا قبل التفرق يعتبر هذا مجلس العقد شرعا وحكما. ثم ولو كان رأس المال منفعة يجب أن التسليم، هذا رأس المال يجوز أن يكون منفعة، منفعة شيء، فإذا كيف يسلم المنفعة يقبل المنفعة؟ هذا الذي يقول. إذا هذا ولو كان رأس المال منفعة هذا مبالغة ومعاية لهذا الشرط. نعم، فإذا كيف يسلم المنفعة؟ وإنما يتصور تسليم المنفعة بتسليم العين كدار وحيوان وهكذا. فإذا رجل جعل يعني منفعة دار لشهر أو لستة أشهر، جعل هذه المنفعة ثمنا في بيع السلم، فإذا يجب تسليم الدار قبل التفرق. أو يعني هذا جعل منفعة حيوان أو منفعة سيارة أو منفعة آلة هكذا، فإذا يجب تسليم هذه الآلة أو هذه السيارة في المجلس، هذا شرط. ولمسلم إليه قبضه ورده لمسلم ولو عن دينه، نعم في هذا الباب يكون مسلم، مسلم يعني
بمنزلة البائع المسلم إليه هو بمنزلة المشتري المسلم فيه وهو بمنزلة المبيع ثم رأس مال هو بمنزلة ثمن فإذا المسلم إليه يعني هذا المشتري في عقد السلم يجوز له قبضه قبض أي شيء قبض رأس مال لا مسلم إليه قبض بائع نعم أنا أخطأت كأني قلت مسلم إليه مشتري لا مسلم إليه ليس مشتري بل مسلم إليه البائع بمنزلة البائع المسلم هو بمنزلة المشتري نعم على العكس فإذا المسلم إليه يعني البائع في باب السلم في بائع السلم وهو يعطي الثمن فإذا المسلم إليه يعني المشتري وهو يقبل هذا الثمن يجوز له هذا القبض ليس يعني جواز القبض بل مصنف ذكر هذا لذكر هذه المسألة يعني في نهاية العبارة ورده لمسلم وهو يقبل هذا الثمن ثم يرد هذا الثمن إلى من؟ إلى المسلمين يعني إلى المشتري البائع يقبل ثمنا ثم يرده إلى المشتري ولو عن دينه لماذا يرد إما كان عليه دينا أداء لهذا الدين رده أو هبة رده وهذا جائز لكن يجب القبض فقط ثم الرد لا يضر فإذا هكذا يعني تقابل بعد ذلك في هذا المجلس هذا يعني البائع وهو رد هذا الثمن الذي قبضه من المشتري يعني من المسلم رده إلى المسلم هذا لا يضر ثم وكون مسلم فيه دينا المسلم فيه يعني هذا المبيع ينبغي أن يكون دينا في الذمة دين في الذمة إما يكون حالا كان أو مؤجلا لأنه الذي وضع له لفظ السلم فأسلمت إليك ألفا في هذا العين أو هذا في هذا ليس سلما لاندفاع الشرط ينبغي أن يكون دينا في الذمة ثم هذا الذمة هل يجب أن يؤجل بأجل لا يجب أن يؤجل بأجل بل ذكر أني أسلمت إليك ألفا ثم في هذا العين هكذا ما ذكر بل يعني في فاكهة كذا يعني في تمر كذا أو في عنب كذا هكذا قال لكن هذا التمر موجود عنده ثم بعد ذلك أتى هذا التمر ذهب فإذا هذا كان في ذمته وصار حالا أو يعني التمر ما كان موجودا لأجل ذلك سلفه أسلمه إلى مدة شهر أو إلى ستة أشهر فإذا يحل هذا بعد ستة أشهر عندئذ يسلم لا يلزم أن يكون دينا في ذمة أن يكون مؤجلا بل يكون حالا أيضا فإذا عدم التعيين وهذا المراد بكونه دينا في ذمة هذا الذي يقتضي لفظ السلم وهذا في هذا ليس سلما لاندفاع الشرط ولا بيئا هل يعتبر هذا بيئا؟ لا يعتبر بيئا لماذا؟ لاختلال لفظه يعني بلفظ السلم أو السلف لا يصح البيع لماذا؟ لأن السلم أو السلف نوع آخر مباين للبيع لذلك لا يصح فإذا هذا عقد فاسد لا يكون صحيحا نزل
ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك كان بيئا عند الشيخين نظرا للفظ وقيل سلم نظرا للمعنى واختاره جم محققون. نعم هذا الذي قلت يعني لو كان بصيغه البيع او بلفظ البيع يكون نوع اخر، هل هو نوع اخر او هل هو سلم فيه خلاف، لكن هذا نوع اخر. ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا كذا هكذا، فاذا هذا ثوب يعني موصوف بذمتي بهذه الدراهم او بهذه الدنانير، فاذا الدرهم او الدينار يعني حال معين. فقال بيتك هكذا اشتريت، وهذا الرجل قال بيتك كان بيئا عند الشيخين نظرا لللفظ، يعني هنا استعمل لفظ البيع والشراء. وقيل سلم نظرا للمعنى، يعني في السلم يوجد هكذا بيع شيء موصوف بالذمة بنقد أو بثمن يعني حال معجل هكذا، هذا المعنى موجود، لذلك قال بعض هذا سلم ولو كان بلفظ البيع. ثم واختار جم محققون، اختاره جم. ثم وكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه في محله، محل يعني حالة الحلول بكسر الهاء أي وقت حلوله، فلا يصح السلم في منقطع عند المحل، منقطع يعني غير موجود، كالرطب في الشتاء، رطب في الشتاء يعني بالنسبة إلى بعض البلاد فقط، بالنسبة إلى جميع البلاد. ثم في هذه الأيام يوجد يعني يحفظ هذا بعد القطف في الثلاجات. نعم. وكونه معلوم قدر، ينبغي أن يكون مسلم به معلوم القدر، بكيل في مكيل أو وزن في موزون أو ذرع في مذروع، يعني قماش بساط كلها يكون مذروع، أو عد في معدود مثلا كالحيوان اللبن هكذا. وصح في نحو جوز ولوز بوزن وموزون بكيل يعد فيه ضابطا ومكيل بوزن، يعني بعد هذا ذكر المصنف يصح في نحو جوز او لوز بوزن. لماذا قال هذا؟ نحو ما معنى نحو؟ مما جرمه كجرمه، في هذا يصح السلم او السلف بوزن. ما فائدة إعادته؟ هذا جوز لو كان موزونا وهو داخل في قوله السابق، يعني وزن في موزون، لو كان مكيلا وهو داخل في قوله بكيل في مكيل، ثم لماذا عاد؟ أعاده لخلاف الإمام إمام الحرمين وغيره، وهم قالوا لا يجوز السلم في جوز ولوز، لذلك قال هذا صحيح خلافا لما قال هنا. ثم وموزون بكيل، لكن كذلك بعض الأشياء يكون مكيلا ومع ذلك يوزن أيضا، يكون هناك وزن، وفي هذا يصيح بالوزن. نعم هذا شيء جديد، ويصيح في موزون بكيل يعد فيه ضابطا، لو كان هذا الكيل يعد فيه ضابطا يصيح بالكيل أيضا، ومكيل بوزن، كيل بوزن يعني مع هذا الصفة بوزن يعد فيه ضابطا هكذا. ثم ولا يجوز في بيضة ونحوها، لا يجوز السلم السلف في بيضة ونحوها، لماذا؟ لأنه يحتاج إلى ذكر جرمها مع وزنها فيورث عزة الوجود، عزة الوجود يعني قلة الوجود، فإذا لا يكون معلوم القدر ولا يمكن مقدورا. ويشترط أيضا بيان محل تسليم للمسلم فيه، أين يسلم،
إن أسلم بمحل لا يصلح للتسليم أو لحمله إليه مونة في هاتين الحالتين يجب بيان محل تسليم المسلم فيه. المسلم فيه يعني هذا المبيع أين يسلم. ولو ظفر المسلم بالمسلم إليه بعد المحل يعني بعد حلول الأجل ماذا ظفر يعني وجد وجد المسلم 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 إليه يعني البائع وهو وجد المشتري في غير محل التسليم ولنقله إلى محل الظفر مهنة من محل التسليم إلى محل الظفر يعني إلى محل الوجود مهنة لم يلزمه أداء يعني لم يلزمه أداء معناه لا يجب عليه أداء هذا في محل الظفر بل عندما يحضر هذا المسلم إليه أين في محل التسليم يسلم فقط لم يلزمه أداء ولا يطالبه أيضا يعني المسلم لا يطالب المسلم إليه بقيمته ويصح السلم حالا ومؤجلا بأجل معلوم لا مجهول حالا ومؤجلا يعني هذا يجعل المسلم فيه مؤجلا أو حالا لكن ينبغي أن يكون الأجل معلوما لا مجهول ومطلقه حال فإذا لو لم يبين هل هذا السلم حال أو مؤجل هل يكون حالا أو مؤجلا يكون حالا مطلق حال ومطلق المسلم فيه جيد يعني لو أطلق المسلم فيه لم يبين نوعه هل هو جيد أو رديء أو متوسط هكذا لم يبين فهو ينصرف إلى الجيد